أم عبد المغيث غادي ترافقك بشي وات رمضانية سهلة ورخيصة واقتصادية والأكثر من ذلك الجيدة يحمق عليها الكبير والصغير. أجي نوجدو بنص كيلو ديال السميدة ألد 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 مملحة اللي تتعطي كمية وفيرة غدا 20 بيسة وما تتبقاش بالمرة من كثرة اللذة ديالها. نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى دائما دائما أنكم تقيدوا على الوصفات ديالنا قناة أم عبد المغيث، لأن وصفاتنا ماشي أي هضرة وكلام، إنما وصفات ناجحة 100% من وصفاتنا الزمان. فرجة ممتعة لجميع المتتبعين والمتتبعات. أنا سهلت عليك الكوتي، إوا شي دعي واد الخير. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخد نص كيلو ديال السميدة اللي يكون رقيق، نضيف عليه القليل من الملحة، خمارة واحدة أو بيكن باودر واحدة، ونقوم بعملية الخلط والتحريك. راه كتوجد في دقائق فقط بدون تعب بدون مجهود، وتيحمق عليها الكبير والصغير بعدة أسرار ونصائح حرفية كالعادة. نزيد خمارة، نزيد بيكن باودر واحدة كيف قلنا، الملحة، نقوم بعملية الخلط. معلقة صغيرة سنيدة ولا سكر كلاصي على حسب اش نتوفر. انا كان عندي غا سكر كلاصي هنا هو اللي درت. هو كيعطي تحميرة احسن من سنيدة أو السكر الخشن. غادي ناخد واحد البواطة ديال الطون أولا ديال الفيلي اللي يكون طويل، نصفي منو الزيت، فوالا كيف كتشوفو معايا. وندوز ناخد إناء الأول نوضع فيه الحق بيني وبينكم، كان غادي ندير غير نص والنص كان خصني نخليه الوصفة ديال اليوم الكوتي. يلا يلا ساليتو وصلو فمكم سربيو دغيا. نخلط بدون ما نمعك، غير نفرشت فقط. واحد شويه ديال السميده كنت حيدتو، اولا ممكن انكم تضيفوا او تاخذوا سميده اخرى. نوضعها في بول، نزيد شويه الملحه السكر، ومن الافضل كلاصي او الثقيل باش كيعطينا ديك التذهيبه الرائعه، ونخلط المكونات بالكامل. الزيت غادي نكون خديت زيت ديال السمك اولا ديال الحوت، وزدت عليه شويه من الزيت العادي تقريبا قياس واحد 4 كاس كتكون كافية. نص كاس كيجي فيها بزاف، يعني 4 كاس زائد شوية كتكون كافية. ندورها هكا دوائر، أكيد كنكون جمعتها قبل بالماء، وكندوزها في هاد الخليط ديالي.
الغلاقة ديال البراني، نرش فيها السميدة، ونخلط أو ندور بحركة دائرية باش تجمعوا لي الجناب. مقلة نرش فيها الزيت هو الاول، ومن بعد السميده ديالي، فوالا كيف كتشوفوا معايا. ودائما هاد الحركات الدائريه، ونحطها نعاود نقرصها شويه من الجناب. انا كتجيني هذه احسن من المول، ودائما كنرش السميده كيف قلت لكم. بالنسبه للثمن ديال البيع 4 دراهم الوحده، ممكن انكم تزيدوا عليها الزيتون، ممكن انكم تعمروه من الداخل بالجبن، وممكن كذلك انكم تضيفوا البصله اللي تتكون مقطعه واللي كتكون مشحره قبل. انا شخصيا بالنسبه ديال الزيتون وديال الجبن خليتهم هما الاخرين. الوقت اللي كتكوني تكوري كديري الزيتون مقطع او لا كذلك الجبن الابيض، ممكن انك ديريهم غير عاديين هكا، كتكوني حصلتي على الد واروع حريشات في المقله بدون تعب بدون مجهود، كيوجدوا في دقائق الفطور ديال سيدنا رمضان ان شاء الله. الله يوصلنا ليه بالصحة والسلامة والرزق بكل ما كنتمنى، وتكون سنة يمن وخير وبركات علينا. ممكن انك ديريهم وتدخليهم حتى الفران، غير هي بالطريقة اللي قلت لك كترشي السميدة قبل في اللاطة اولا في المقلة. انا درت نصف المقلة ونصف اللاطة هكا الا ما كانش عندك الوقت. ودائما كنديروا هذه العمليه ديال التحريك. قلبوا بشي سباتولا، ما تقلبوش كيف درتو كيف درت انا هذا الخطا بالمعلقه الكبيره، ولكن كيجيو رائعين. ودائما كنرشوا الوجه ديالهم بالزيت ورشوا بالسميده، وهذا هو السر باش يعطيك اللون الذهبي بالصحه والراحه.